شغل كويس يعني الحمد لله. طيب فريق ابو سليم موجود في المجموعه اللي فرقه الخمس موجوده فيها، مظبوط كده؟ مظبوط. اه في طيب هذا الغرب. الفريق مجهول الهويه، يعني مش اهلي طرابلس ولا اتحاد طرابلس، الفرقتين المشهورتين جدا في الدوري الليبي، لكن ابو سليم حقق طفره كبيره جدا زيه زي الهلال في المنطقه الشرقيه لما لقيناه موجود في الكونفدراليه الافريقيه. الفريق ده قرايتك له ازاي يا كابتن؟ مصادر القوه مصادر الضعف فيه؟ بص يا كابتن، هو دكتور، هو فريق محترم جدا وعنده القيمه التسويقيه بتاعته عاليه جدا، بيلعب في منطقه الغرب اللي احنا فيها، منطقه طرابلس، اتحاد، اهلي، قمص، المدينه، السواحلي، كل دول من الفرق المحترمه جدا، من ضمنهم فرقه ابو سليم. عامل انتدابات كويسه جدا على اعلى مستوى، عنده لعيبه افارقه، عنده لعيبه دوليه. لو قدرنا نتكلم على الحاجه الميزه اللي فيهم، عندهم طبعا لعيب اسمه عبد المنعم عكاش، هذا لعيب دولي بيلعب مركزه واحرز يا الهدف كابتن؟ قدام التمر، مهاجم، كان مهاجم. احرز الهدف قدام مباراه ليبيا والتمر من ثلاث من اربع ايام خمس ايام، يعني احرز هدف المنتخب التعادل. الليبي. اه ده لعيب كويس جدا. في عندك الحارس محمد عياد، لعيب دولي برضه، حارس دولي. وفي لعيب اسمه محمد القاضي بيلعب وينجر يمين، ولاعيب مميز وسريع وعنده حلول وبيعدي ويفوت ويعمل كروس اوفر كويس جدا، لعيب يعني بيعرف يتحرك من ورا الخطوط. صراحه فرقه محترمه جدا وعندهم امكانيات ماديه وبشريه على اعلى مستوى. طبعا في تتكلم عن لعيبه الزمالك، افريقيه مميزه فيها يا كابتن محترفين؟ اه لعيبه مميزين، لان هم ما لعبوش غير مباراه واحده او مباراتين مباراتين عشان في هم الدوري، اه بالظبط في فاز تسجيله. مباراة واتهزم في مباراة وأحرز هدفين ودخل مرمى هدفين. صح، هو اتأجل له مباراتين عشان الكونفدرالية، لكن لو بصينا على الكواليتي بتاع لعيبة نادي الزمالك، أكيد لعيبة نادي الزمالك أعلى، يعني اللعيبة الدولية واللعيبة حتى اللي بتلعب في على المستوى الدوري العام، هتلاقي اللعيبة بتاع الزمالك يعني أفضل من لعيبة أبو سليم كتير. لكن بقول لحضرتك يا كابتن، هم فرقه برضه صعبين جدا على ملعبهم وسط جماهيرهم، لكن المباراه طبعا قدام نادي الزمالك هتبقى مباراه كبيره. هم بيلعبوا بطريقه 4 3 3 بعض الاحيان، بس ممكن هي قدام نادي الزمالك يغيروها شويه، يعني يعمل زياده عدديه في نص الملعب وعايز يطلع باحسن نتيجه ويقدر ان هو يعوض. لكن هم من الفرق الكويسه، ولازم نادي الزمالك يعمل حسابه ان هو يحترم المنافس ويقدر ان هو يكسب المباراه، لان هي فرقه كويسه، فرقه كويسه، لازم يذاكرهم برضه ولازم يتفرج على الفيديو كذا مره ويحضرهم كابتن حسين الجامد والجهاز الفني. تحضير المباراه دي مهمه جدا، ان هو يشوف نقطه القوه ونقطه الضعف، برضه هتبقى في ده شغل بقى الجهاز الفني، لكن هي فرقه محترمه جدا.